تمام. اهلا بكم متابعي اليوم السابع. النهارده احنا موجودين في المطرية زي ما عودناكم كل موسم احنا بنصور اكبر سحور في المطرية. يمكن السنة اللي فاتت احنا ما كناش موجودين او ما كانش في سحور طبعا نظرا لاجراءات كورونا والاجراءات التحذيرية. النهارده احنا معانا عرفنا نفسك. احنا انا محمد اسماعيل عبد العليم، شاب من شباب المطرية، بنحب نعمل حاجة كده حلوة اسمها سحور كل سنة، فدي حاجة بنتجمع فيها كلها مع بعض. أنا آسف بجد دول ناسي وأخواتي. صباح حبيبي حودة، حبيبي بسلام طيب، حبيبي يا باشا. دي احنا بنعملها كلنا مع بعض، شارع واحد، صحاب اخوات، كلنا مع بعض، يعني كلنا اخوات واصحاب. بعد اذنك تعالى، بعد اذنك. ده اخويا محمد، ده اخ ليا، عايز اقول لك دهبنا في ضهر بعض طول عمرنا، يعني بنعمل كل حاجه حلوه مع بعض. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني احنا اللي عاملين الموضوع ده، احنا واهلنا واصحابنا. بس يعني ده اللي تعب معايا بصراحه. اهو اتفضل هو يتكلم بقى بالنيابه عني شويه. يعني قول لي فكره السحور وازاي بتحضروا له وازاي وليه كل سنه واشمعنى اللي هو بتعملوه في الشارع كده. هو احنا فكره 10 رجاله مع بعض وايد واحده، كلنا راجل واحد، وفكرتنا دي كده من 5 سنين ودي السنه الثالثه، وكلنا راجل واحد وايدينا في بعض. اي حد بيجي هنا يسحر ولا العائلات واهل اي مطلع. حد، واحنا بنعزم الناس واي حد بنقابله بنسحره. تحضيراتها بقى الحاجات دي كلها بتجيبوها ازاي بقى؟ بنبقى حاجزينها قبلها باسبوع. كل الحاجات دي انتوا اللي شفت النهارده، وانوار وحاجات جديده اول مره هنشوفها. ايوه تمام، ومتفقين مع بتاع الفول ومحضرين حاجاتنا ونازلين جبناها من سوق العبور. بطاطس والبتنجان ودي كل حاجه محضرينها بقى لنا اسبوع. متابعي اليوم السابع، هاخدكم جوله كده اوريكم يعني التجهيزات عامله ازاي. خليكم معانا في البث، هنطلع كمان شويه في وقت السحور، بس خليني الاول اوريكم بس التجهيزات والتحضيرات. طبعا زي ما احنا شايفين اهو، مساء الفل. زي ما احنا شايفين اهو العربيه الفول، عربيه مخصوص، وبطاطس، وطبعا بيستعد هو اهل المطريه في التحضير السحور اللي هو اللي يعتبر الاكبر في المطريه. زي ما احنا شايفين اهي التجهيزات والترابيزات. ادي طبعا هي يعني شاي والترابيزات كلها هي موجوده، والناس كلها مستنيه السحور. ويعني الميزه اللي في المطريه او اهل المطريه ان هم يعني فاتحين السحور ده لكل الناس اللي هي اللي بتبقى موجوده في اهل المنطقه او حتى الناس الغريبه. يمكن النهارده الجديد في سحور المطريه ان هم يعني الانوار اللي هي شكلها يعني مبهج، وتحضيرات على اعلى مستوى، مجهود كبير جدا جدا عاملينه اهل المطريه، مجمعين طبعا بيبقى يعني التكلفه دي. ناس طبعا بيجمعوا زي كده جمعيه صغيره، وطبعا كلها تكلفه ذاتيه هم اللي بيقوموا بيها. طف بقول لك ايه؟ دقيقتين بس. ها؟ طف 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 طف. خليكم معانا متابعي اليوم السابع، هنكون موجودين معاكم لحظة السحور بس مباشر. زي ما احنا شايفين الكل اهو مستني يعني الأجواء الجميلة دي. كلمني بقى، قول لي انت بتجيله بقى الاكل ازاي والتحضيرات عامله ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي حاجه بنعملها قبلها باسبوع، انا واهل المنطقه كلنا، احنا حوالي 10 تنفور اهل المنطقه، وفي ناس بيبعتوا لي عندنا حاجات في المنطقه واصحابنا واهالينا،
ودي حاجه بنبقى عاملينها لكل الناس، يعني مش لحد مثلا بنبقى عازمينه بس، بنبقى عاملينها للناس كلها تيجي تاكل فيها. يعني اي حد لو جه دلوقتي ممكن يتصحب عادي، حاجه معموله لاهل الخير يعني. يعني حاجه بنعملها بقى لنا 5 سنين، يعني بتبقى حاجه جميله بتفرح الناس، حاجه بسيطه جدا يعني بتخلي الناس ايما مبسوطه من هنا وكده. يعني هو بحكم شغلي انا فاتح مطعم وكده، معايا الستاف بتاعي بيقف معايا جاهز معايا كل سنه، بيبقى مجهزينه من بدري، بنقوم من بدري من قبل الفطور نجهز في الحاجة. بنبقى من يعني من امبارح كنا جايبين كل حاجه، وبنقدر نجهز من امبارح انا والستاف اللي معايا كل حاجه كنا جايبينها من امبارح ومجهزينها من امبارح وكده. قمنا الصبح بقى جهزنا شغلنا اللي هو ما ينفعش يتجهز قبلها بيوم، حاجتنا كلها فريش معموله، فالحمد لله بتبقى حاجه ماشيه من عند ربنا يعني. العفو، نورت يا باشا. طبعا متابعي اليوم السابع خليكم موجودين معانا، احنا دلوقتي رصدنا لكم تحضيرات وهنكون